تمام مساحتنا الأخيرة لصباحنا لليوم رح نعرف بأن الإرادة والطموح ممكن تكون البداية الحقيقية لمشروع بيحمل بصمة خاصة. وضيفنا لليوم جرحه كان الدافع الأسمى ليكفي طريقه بإرادة وأمل، وصار صاحب فكرة مشروع حلويات لاقت صدى كبير اليوم مع نهاية السنة وضمن الأيام المباركة أكيد يلي عم نعيش طقوسها. رح نتعرف على ضيفنا محمد سعيدي صاحب مشروع حلويات، وأكيد عم بيقدم شيء خاص بالميلادي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الله يخليك، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. نحن سعيدين بوجودك معنا اليوم. بلشت يعني الأشياء الجميلة موجودة معنا، هذا كله شغل إيدك طبعا. حضرتك جريح من رجال الجيش العربي السوري، هيدا ضمن مشروع جريح وطن لدعم المشاريع الصغيرة لكل الجرحى. خلينا نحكي عن هيدا المشروع. هلا بداية أنا مشروعي مثل ما بتعرف الناس كلياتها بديت فيه بمبلغ صغير، ومبلغ 3000 ليرة، وصلنا لمستوى الحمد لله هلا إنه صارت 80% من الناس بتعرفني وبتعرف شو الشغل. هلا بمناسبة الأعياد إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وبنعاد عليكم وعلى الجميع بخير يا رب، تكون سنة خير. عم نشتغل بموضوع الحلويات أو موضوع الكوكيز إنه يصير زينة. تمام، انه مثلا بيقدر الطفل عندنا بالبيت انه هذا كله شغل ايدك زينه. طبعا هذا كله شغل البيت عندي يعني انا وشغلنا. فبقى بيقدر مثلا الطفل شاف الزينه على الشجره بيقدر انه ياكل منها او كذا، هي بتكون مثل حلم عند الاطفال. فبقى نحن هذا الشيء حققناه. حتى هلا حاولنا انه ندخل الشغل اليدوي مع الشغل مثل هي العلبه الحمراء، هي شغل يدوي او الدريم اللي تحت، هدول صبيه بتشتغل لي اياهم ونحن بنعلق عليهم الزينه وبنشتغل عليهم العلب والدريم. غير هيك هلا مثلا عندنا هي تبعات السرو عاملين احنا مثل صينيه حاطين بقلبها البيتي فور. مع بيتي فور بقلبها بقلبها فور هي بقلبها. هي كثير منظرة رائع. وطبعا يعني بس هلا هو اهم شغله انه بس مثلا خلص البيتي فور عنا، هدول التعاليق بتعلقوا على الباب او بيضلوا زينه موجودين بالبيت. زينه في الاستفاده منها. اي طبعا. يعني حتى هي الشجره كمان من جوا معبايه بقلبها كوكيز، بس ترفعيها بينزلوا هيك كلياتهم بيوقعوا من قلبها من جوا. مثل ما حكيت انت بلشت بمبلغ بسيط وكفيت لهلا، وانتشر اسمك ومشروعك صار له صدى كبير. خلينا نحكي كيف بلشت بمشروعك وشو سر نجاحك اليوم برايك؟ هلا بلشت بمشروعي انا كان يعني اول شيء عملته كانت طبخه واحده، يعني هي يعني اول طبخه ساويتها. فبقى اخذها من عندي شخص عجبته هي القصه، قال لي انه محمد يعني نفسك طيب على الاكل، انه حاول انك تشتغل بهذا المجال. فبقى اسست صفحه على الفيسبوك بالاخص انه انا جريح جيش. فبقى لا يعني لقيت كثير صدى من الناس انه جريح عم يشتغل بايد وحده. هلا الحمد لله هلا انا صار لي متساوي 4 سنين، كان وضعي قبل اسوأ شوي. هلا احسن، هلا افضل الحمد لله. يعني هلا يعني حركتي رجعت كل هذا الشغل بايد وحده. اي طبعا هلا عندي شغل طرف لانه يعطيك الف عافيه. الله يخليك يا رب. بس قديش عندك يمكن انت نموذج لكل الناس اللي عندهم اراده يمكن وصبر. نحن عم نعيش بظروف صعبه واستثنائيه وحصار اقتصادي، قديش الشخص بيكون عنده اراده لحتى يعمل شيء مو شيء عادي؟ يعني نحن عم نشوف يمكن ست البيت او الصبيه ما بتقدر تعمل هيدا الشغل المميز. صح. هلا اول واحد اهم شيء الصبر. هلا كثير يعني انا من مثل ما خبرتكم صار لي شيء 3 سنين تقريبا عم اشتغل كثير، يعني وصلت لمرحله مثلا انه صار الشغل بالصفر، بس ضليت مستمر بهذا الشغل لحتى انه يعني ما بدي استسلم او ما بدي اوقف هذا المشروع، حتى حابب اني اطوره لحتى يكون بيت قادر تعيل عائلتك. ايه طبعا طبعا اكيد، يعني حتى انه يصير بيت لكل جرحى الجيش، انه نحن قادرين انه نحن نشتغل او يكون عندنا مطعم انه يفوت اي شخص عليه يشوف الجرحى او ذوي الشهداء انه هن مكملين عم بيشتغلوا، راح يكملوا حياتهم العاديه مع الناس مثل ما كنا عايشين قبل واحسن. انا كثير من الناس بتقلي انه محمد هلا انت الشغل اللي عم تشتغله احسن من شخص عادي، وكثير عم نشوف هلا نحن من الشباب الجيل اللي عم بيطلع هلا انه عم بيستسلم مثلا بسبب الظروف مثل ما حكيت الانسه هون. نحن الظروف لازم يعني ما نستسلم لها، يعني نحن الظروف سيئه. حتى انا بمجال شغلي هلا بحاول اني الاقي حلول مثلا لحتى ترضي الناس، يعني وضعنا نحن كلياته مثل بعضنا، صارت الناس تدور على الشيء يعني المنتج الجيد والرخيص شوي اللي اقل سعر.
بقى عم نحاول انه نلاقي حلول نحن لهذا الشيء، انه نخفف من التكلفه شوي او نخفف مثلا يعني من المواد لحتى الناس طبعا الاسعار. طبعا هلا وبالاخص انا يعني بحب انه هذا الموضوع اكثر شيء. طيب خلينا نحكي كيف تطور شغلك من لما بلشت من 3 سنين لحد اليوم، شو التطور اللي صار معك، شو الافكار الجديده اللي ضفتها على شغلك اليوم؟ هلا بالبدايه مثل ما حكيتي انا كنت عم اشتغل بالبيت، كنت عم اشتغل انا وزوجتي ووالدتي. بعدين اسست الصفحه، صار الصفحه فيها عدد متابعين كبير وصل ل 17,000. بعدين صار عندي خدمه التوصيل، صرت اوصل يعني يوصل الغرض على بيته للشخص. بعدين فتنا بمجال الحلويات، صرنا نشتغل حلويات. هلا الشيء الجديد اللي طبخوا اول شيء طبعا يعني، وحتى لحد هلا طبخ ومجمدات وحلويات واي شيء يعني اي شغل بيجينا انه ليخده بست البيت، طبعا احنا عم نساويه يعني لمجرد انه نفرم له ضمه بقدونس. يعني بنحاول انه يكون متواصل مع الناس يعني باي شيء بيحتاجوه بالبيت. حتى هلا الخطوه الجديده اللي بدنا نساويها ان شاء الله على السنه الجديده بدها تكون مثل انه خدمات كامله للبيت، يعني خدمات تنظيف، خدمات الطبخ، الشغل، رعايه اطفال، رعايه كذا. هذا المشروع الجديد اللي بدنا ننطلق فيه ان شاء الله باول السنه الجديده. اكيد نحن جدا سعيدين وفخورين بوجودك معنا. بالختام بال 2021 بتمنى لك اكيد سنه تكون مثل ما قلت مع بدايه مشروع اكبر واحلى. شو بتحب توجه كلمه لكل الناس اللي عم يتابعونا؟ نحن بنوجه تحيه لكل جريح وطن اليوم، لكل مصاب، لكل رجال الجيش العربي السوري، يمكن لولاكم نحن ما كنا موجودين اليوم. وقديش فعلا انت رمز بنفتخر فيه، يعني قدوه لكل الناس اللي حابه تبلش فعلا مشروعها ضمن الظروف الصعبه. لا بالبداية الله يرحم جميع الشهداء يا رب ويشاوي ويشافي جميع الجرحى. هلا بس إن يعني كلمتين، نحن الظروف اللي عم نمر فيها هلا هي ظروف كتير سيئة. فبقى إن شاء الله يعني لازم نحن الشباب، جيل الشباب، لازم إنه نحاول نساوي أي شيء كان، يعني شيء ينطلق من بيتنا نحن، من حياتنا نحن، إن شاء الله بمشروع صغير بأي شيء. يعني أنا بعرف كتير من الجرحى عندهم مشاريع او عندهم شغل عم يشتغلوا فيه، الناس الطبيعيين ما بتقدر انه تشتغلوا. صحيح. بس يعني شيء كثير حلو، نحن بدنا نحاول انه نطلع من اصابتنا، نطلع من الجو اللي كنا نحن عايشين فيه لكون الحرب انتهت ان شاء الله بسوريا، وبدنا ترجع البلد مثل ما كانت قبل. فبقى بدنا نحن الشباب نقدر نرجع. واهم شيء الواحد لا يستسلم لاي ظرف بمر فيه، لاي ظروف سيئه، لاي وضع قد يعني قد مثل ما بيحكوا بالعاميه، قد ما انكسر الواحد يضل مستمر، لو ضل مستمر بشيء بسيط يعني يضل مكفي لقدام، ما يعني ما يوقف او ما يرجع لورا نهائيا. اكيد اكيد انت قدوه، انت مثال اكيد كلياتنا بنفتخر فيه، وعن جد مثال للاراده وللامل، وبتعطي طاقه كثير حلوه لكل حدا عم يتابعنا. بتمنى لك التوفيق وبتمنى مشروعك يكبر اكثر واكثر مو بكل المحافظات السوريه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تشرفت فيكم كثير وشكرا لكم ولقناتكم ولكل العاملين معكم، شكرا كثير لكم. كنا سعيدين فيك جريح محمد سعيدي ضمن مشروع جريح وطني، هو يرعى جرحى الجيش العربي السوري ضمن مشاريع اكيد بتهمكم، ويمكن لتكونوا معيلين نفسكم ومعيلين عوائلكم. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، الله يخليك يا